مساء الخير مشاهدينا الكرام. الحرب في جنوب شرق أوروبا مستمرة في يومها السادس على المحور الروسي الأوكراني، والمفاوضات عند الحدود البيلاروسية تترنح، والمؤشر هو ندرة النتائج الناجعة حتى الآن. وفي أي حال، إذا كانت الحرب هي النقيض للغة التخاطب الإنساني والحوار هو المسار للسلام والاستقرار، وإذا كانت الأوضاع النارية في منطقة القرم غير بعيدة جغرافيا وسياسيا واقتصاديا عن لبنان، والتمادي بها من جميع أفريقائها المعنيين روس وأوكران وأطلسيين يولد الريبة والخشية من حرب أوسع تخض الكرة الأرضية وتغير في النظام العالمي، فإن موقف لبنان بعد مرور 6 أيام من الأعمال العسكرية هناك يتهيب ما يحصل ويعود بحيثياته إلى الأصول الحقيقية لأسس السلام، وهو ما عبر عنه اليوم رئيس الجمهورية في خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في قصر بعبدة، حيث أكد الرئيس العماد عون أن الحرب ليست وسيلة ناجعة لحل النزاعات، وأن الأمل يكمن في أن تعود روسيا وأوكرانيا إلى لغة الحوار والتفاوض كي يعود السلام والاستقرار سريعا. في موازاة هذا الموقف كان لقاء يحصل بين وزير الخارجية اللبنانية والسفير الروسي الذي وصف الاجتماع بالودي والجيد. واليوم صدر موقف عن الأمين العام لحزب الله لفت فيه إلى أن ما يحصل بين أوكرانيا وروسيا خطر جدا، بمعزل عن الموقف حيال المعركة القائمة، واتهم أمريكا في الوقت نفسه بالمسؤولية وبأنها حرضت ولم تساعد على إيجاد حل دبلوماسي لوقف الحرب بحسب السيد حسن نصر الله. أما الجديد على الساحل اللبنانية التي يفترض أنها لا تزال تترقب زيارة وزير الخارجية الفرنسية، وإن تأخر حصولها بسبب الانشغال الفرنسي بموضوع أوكرانيا، فهو بيان السفارة الفرنسية في بيروت أعلنت فيه عن توافق فرنسي سعودي على ترجمة ما تفاهم عليه الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كانون الأول الماضي بتوفير مساعدة مالية لمشاريع استشفائية وإنسانية تخص الشعب اللبناني. واليوم وفد من وزارة الخزانة الأمريكية التقى عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين في الغضون. ممثلو صندوق النقد الدولي استأنفوا اجتماعاتهم مع المسؤولين اللبنانيين قبل الظهر مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعاد الشامي، وبعد الظهر مع رئيس الجمهورية. بالنسبة إلى الدولار الطالبي، سيحضر الموضوع في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري غدا. تفاصيل النشرة نبدأها من القرم الأوروبي واتهام منظمات دولية روسيا باستخدام ذخائر عنقودية ومحظورة منها القنبلة الفراغية بحسب تعبيرها. في تطور نوعي في الحرب الروسية على أوكرانيا، ووسط إحجام الجانب العسكري الروسي عن التعليق على صحة المعلومات، اتهمت منظمتان معنيتان بحقوق الإنسان وسفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، اتهمت روسيا بمهاجمة الأوكرانيين بالقنابل العنقودية والقنابل الفراغية، وهي أسلحة أدانتها العديد من المنظمات الدولية. وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن القوات الروسية استخدمت على ما يبدو ذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع، مع اتهام منظمة العفو الدولية للقوات الروسية بمهاجمة روضة أطفال شمال شرقي أوكرانيا أثناء وجود لاجئين مدنيين. وأعلنت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة للصحفيين بعد تقديم إفادة لأعضاء الكونغرس الأمريكي أن روسيا استخدمت سلاحا حراريا يعرف باسم القنبلة الفراغية في غزوها لبلادها، وأضافت استخدموا القنبلة المحظورة بالفعل في اتفاقية جنيف، والدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير. هذه القنابل تستخدم الأكسجين من الهواء المحيط لتوليد انفجار شديد الحرارة، وعادة ما تنتج عنها موجة انفجار
الانفجار بمدة أطول بكثير مقارنة بالمتفجرات التقليدية، ولم يصدر تأكيد رسمي لاستخدام أسلحة حرارية في الصراع مع أوكرانيا. وذكرت شبكة CNN أن فريقا لها شاهد راجمة صواريخ حرارية بالقرب من الحدود الأوكرانية. أعلنت استمرار العمليات في أوكرانيا لتحقيق أهدافها، ورئيس أوكرانيا يتهم روسيا بممارسة إرهاب الدولة في خاركيف. تتواصل جولات القتال في أوكرانيا. خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا تعرضت لقصف روسي عنيف، والجيش الروسي أقام نقاط تفتيش على مشارف المدينة وطلب من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت الاستخبارات الأوكرانية مغادرة أماكنهم، كما عمل على عزل الجيش الأوكراني عن بحر أزوف. بالتوازي مع المعارك الدائرة في أوكرانيا، تناقلت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أنباء عن موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين البلدين، مؤكدة انعقادها الأربعاء على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا. في المواقف السياسية، لوح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بورقة نووي، واتهم الدول الغربية بسلوك مسار العقوبات بدلا من الحوار مع روسيا. وقال في كلمة بمؤتمر نزع الأسلحة: نتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع ظهور الأسلحة النووية في أوكرانيا، وطلب بإعادة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا إلى الولايات المتحدة. أضاف لافروف: لا تزال لدى أوكرانيا تكنولوجيا نووية سوفيتية، ولا يمكننا ألا نستجيب لهذا الخطر. وفود كثيرة قاطعت كلمة لافروف خلال بث كلمته، فباتت القاعة شبه فارغة. وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف، إلا أنه ألغى مجيئه بسبب العقوبات المناهضة لروسيا التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي. من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الهجوم الروسي سيتواصل حتى تحقيق كل الأهداف. بالمقابل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وخلال مؤتمر صحفي له في بولندا، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه دمر السلام في أوروبا، ودان ما سماه العدوان الوحشي وغير المبرر على أوكرانيا. أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستمنع كل السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل بموجب اتفاق مونترو ضمن مساعي أنقرة لتجنيب المنطقة مزيد من التصعيد. ويمكن لتركيا أن تحد من عبور السفن الحربية الروسية من البحر المتوسط إلى البحر الأسود عبر مضائقها بموجب معاهدة مونترو، لكن المعاهدة تتضمن بندا يسمح للسفن الحربية للدول المتحاربة العبور إذا كانت عائدة إلى قاعدتها الأصلية. وقعت مونترو عام 1936 في سويسرا، وهي معاهدة منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل، وتنظم المعاهدة حركة المرور للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب. روسيا تؤكد أنها لن ترضغ لضغوط العقوبات في شأن أوكرانيا. كشفت روسيا عن امتلاكها لنظام بديل لنظام سويفت الذي تهدد الدول الغربية بمنع روسيا من استخدامه بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا. وأفاد حاكم بنك روسيا المركزي: لدينا نظام يمكنه استبدال نظام سويفت داخليا. وأوضح أن البنية التحتية المالية الروسية ستعمل من دون أعطال. يحصل ذلك فيما تتزايد الضغوط والدعوات الغربية من أجل وقف استخدام روسي لنظام سويفت، وهو نظام تراسل عالمي بين البنوك لتسهيل التحويلات والمدفوعات. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على البنك المركزي الروسي والشركات الكبيرة والنخبة الحاكمة والمسؤولين بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين. وزير المالية الفرنسية برونو لومير أعلن أن روسيا ستواجه انهيارا اقتصاديا مع إطلاق عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العنان لحرب اقتصادية عليها. ومن المتوقع زيادة عدد الشركات المنسحبة من روسيا وتوجيه ضربات أخرى للاقتصاد الروسي. وقالت شركات بريتش بتروليوم وبي بي وشيل وإكوينور النرويجية أنها ستخرج من مواقعها في روسيا. وأعلن عملاق الشحن ميرسك أنه يوقف أعمال الشحن إلى الموانئ الروسية. وقامت البنوك البارزة وشركات الطيران وشركات صناعة السيارات بوقف الشحنات وإنهاء الشراكات، ووصفت تصرفات روسيا بغير المقبولة، مع تفكير مزيد من الشركات في اتخاذ إجراءات مماثلة.
ماستر كارد قالت إنها حذرت العديد من المؤسسات المالية من شبكة الدفع الخاصة بها نتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا، وقالت فيزا إنها ستتخذ إجراء مماثلا. ثلاث استوديوهات رئيسية هي سوني وديزني وورنر أعلنت أنها ستوقف عرض الأفلام الآتية من روسيا مؤقتا، بينما تحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لمنع الفرق والرياضيين الروس من المنافسة. صرح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أنه يتعين وقف الحرب في أوكرانيا، واتهم الولايات المتحدة بخلق الأزمة واصفا نظامها بنظام يشبه المافيا. وذكر خامنئي أيضا أنه لابد من الاعتراف بجذور الصراع، في الأساس يخلق النظام الأمريكي الأزمات ويعيش ويتغذى على الأزمات المختلفة في العالم. أوكرانيا ضحية أخرى لهذه السياسة، وانتقد خامنئي واشنطن ودولا غربية أخرى في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات في فيينا بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي عام 2015 إلى مرحلة حاسمة. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في كلمة في مؤتمر سيد شهدائنا فكرا أن ما يجري بين أوكرانيا وروسيا خطر جدا بمعزل عن الموقف حيال المعركة القائمة. أضاف أن أمريكا هي المسؤولة عما يجري في أوكرانيا الآن، فهي التي حرضت ولم تساعد على إيجاد حل دبلوماسي ولم تفعل أي أمر لوقف الحرب. يجري اليوم في معركة روسيا وأوكرانيا ويشغل العالم جميعا، تداعياتها من الواضح حتى الآن هي تداعيات كبيرة وخطيرة على العالم، خصوصا على روسيا وأوروبا. لا نعرف كيف ستتطور الأمور، هناك مخاوف جادة من قبل البعض أن تذهب الأمور إلى هو أبعد من صراع روسي أوروبي. من جملة العبر فيما يجري حاليا هذه عبرة من يسلم سلاحه للآخرين ويتكئ على ضمانات تعطى من هنا وهناك، ثم إذا وقعت المعركة لحقوني جيبوا السلاح. ولكن من أهم العبر فيما يجري اليوم هو مسؤولية أمريكا عن هذه الأحداث. أمريكا هي المسؤولة عن هذه الأحداث التي تجري الآن هناك. أمريكا حرضت ودفعت الأمور في هذا الاتجاه. أمريكا لم تساعد على حل دبلوماسي وسياسي لهذه الأزمة. وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب التقى السفير الروسي ألكسندر روداكوف الذي وصف اللقاء بالجيد والودي، وبحثا في العلاقات الثنائية وما يحصل الآن بين روسيا وأوكرانيا وفي تلك المنطقة. تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في 2:30 من فجر غد الدفعة الأولى من لبنانيي أوكرانيا آتين من بوخارست، بعدما استضافهم رجل الأعمال اللبناني في رومانيا الدكتور محمد مراد على نفقته الخاصة في أحد فنادقه في رومانيا مع تأمين تذاكر السفر لعودتهم إلى لبنان. في الأثناء عضو الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كانج لفت إلى الواقع المأساوي والصعب الذي يعيشه الطلاب اللبنانيون في أوكرانيا، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها مع الصليب الأحمر الدولي لنقل الطلاب إلى دول قريبة وبعدها إلى لبنان. نحن بالجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية كنا على تماس مباشر مع اللبنانيين اللي عم بيعانوا آثار الحرب في أوكرانيا وآثار التهجير. نحن عملنا يعني الشيء اللي قدرنا نعمله أنه ساعدنا الطلاب والمغتربين أنه يدخلوا إلى مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي. الطلاب اللبنانيون هناك أحوالهم مأساوية جدا، في طلاب قاعدين بالملاجئ، في طلاب قاعدين بمحطات المترو منذ أسبوع تقريبا منذ بدء هذه العملية، وفي خاركوف هذا الشيء تحديدا. هلأ في طلاب ما لا يملكون المال للانتقال من منطقة إلى منطقة. نحن بالتأكيد كجمعية في هذه المسألة ما فينا نساعد، هذه مسألة يجب أن تأخذها الدولة على عاتقها من خلال تأمين قافلات للصليب الأحمر أو ما يشابه. بحسب بيان للسفارة الفرنسية في بيروت، وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودغيان توافق مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على أن تؤمن فرنسا والمملكة العربية السعودية
مساعدة مالية عاجلة لعدد من المشاريع الإنسانية للشعب اللبناني على قاعدة قرار متخذ في هذا المجال من الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي في الرابع من كانون الأول الماضي. ومن المشاريع التي تتناولها المساعدة مستشفى طرابلس وعدد من المراكز الصحية في لبنان وخدمات مواجهة كوفيد-19، إضافة إلى بعض المشاريع الأخرى ضمن هذه المرحلة الأولى من الدعم الفرنسي السعودي للشعب اللبناني، ومنها حليب الأطفال والمواد الغذائية. وبحسب بيان السفارة الفرنسية سترسى في هذا الشأن آلية دعم مشتركة مخصصة للمنظمات غير الحكومية الناشطة ميدانيا بغية تلبية احتياجات الشعب اللبناني، وسيوقع في شأنها عما قريب ترتيب خاص. إلى الموقف مما يجري في أوكرانيا، رئيس الجمهورية أبلغ وفد الخزانة الأمريكية استمرار لبنان في مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن مكافحة الفساد ستستمر من دون هوادة فيما تبقى من الولاية الرئاسية. أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفد الخزانة الأمريكية أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال وتموين الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة، وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشار الرئيس عون للوفد الأمريكي إلى أن لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أنشأ لهذه الغاية لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الأمريكي إلى أن أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وأن هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة فيما تبقى من الولاية الرئاسية، ومن أبرز مظاهرها الإصرار على تحقيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي تتولاه شركة ألفاريز ومارسال بعد إزالة العقبات التي تعترض عملها. وأكد الرئيس الجمهورية أن مشروع قانون الكابيتال كنترول موجود في مجلس النواب، وهو كان أحد أبرز النقاط التي وردت في مرسوم دعوة المجلس إلى عقد استثنائي كي يتمكن النواب من درسه وإنجازه قبل انتهاء ولايتهم الحالية في شهر أيار المقبل. وشكر الرئيس عون الوفد على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها، لا سيما الدعم للجيش والقوى العسكرية، فضلا عن المساعدات الإنسانية والإنمائية والصحية والتربوية. الوفد الأمريكي عرض للرئيس عون أهداف زيارته بيروت، مركزا على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولسيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي ووضع القطاع المصرفي اللبناني. إلى ذلك استقبل الرئيس عون في حضور السفير البريطاني كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال مارتن سامسون الموجود في لبنان في زيارة دورية للاطلاع على الأوضاع والبحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا والتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والبريطاني. وقد رحب الرئيس عون بالمارشال سامسون شاكرا الاهتمام الذي تبديه بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع لبنان والمساعدات العسكرية البريطانية التي قدمت للجيش والتي لعبت دورا مهما في تأمين الحدود الشرقية والشمالية من خلال بناء 41 برجا و 38 مركزا للمراقبة الحدودية و 31 منظومة مراقبة متحركة. ولفت الرئيس عون إلى أن لبنان يواصل مكافحته للإرهاب من خلال كشف خلايا إرهابية نائمة والقضاء عليها. كان آخر ما سجل في هذا المجال كشف خلية كانت تعتزم القيام بهجمات إرهابية في مراكز عدة جنوب بيروت. وأشاد الرئيس عون بالمساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها بريطانيا للبنان. في مجال آخر أعرب الرئيس عون عن ألمه للتطورات العسكرية المتسارعة بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن الحرب لم تكن يوما وسيلة ناجعة لحل النزاعات نظرا لما تخلفه من دمار ودماء وضحايا بريئة وعدوات وكراهية، آملا أن يعود البلدان إلى لغة الحوار والتفاوض كي يعود السلام والاستقرار سريعا. وفي قصر بعبدة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الذي عرض مع الرئيس عون العلاقات اللبنانية الروسية والتطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وملابساتها. وأوضح أبو زيد أنه سيتوجه إلى موسكو لمتابعة التطورات والبحث مع المسؤولين الروس في المعطيات المرتبطة بها.
ونظرا الى التبدل الخاطئ في الريبورتاج نشير الى ان رئيس الجمهوريه العماد عون عرض بعد ظهر اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي مراحل انجاز خطه التعافي الاقتصادي. الرئيس عون ابلغ ان لا مصلحه للبنان والقطاع المصرفي والمالي التاخير في انجاز خطه التعافي المالي. في مقر الرئاسه الثانيه في عين التيني رئيس البرلمان نبيه بري اجتمع مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهراين ونائبه ضم نائبه إيريك ماير في حضور السفيرة الأمريكية دورثي شيا. الرئيس بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان المشتركة في 10:30 من قبل ظهر غد الأربعاء لدرس مشاريع واقتراحات القوانين. خطة التعافي المالي مدار بحث بين الرئيس ميقاتي ووفد صندوق النقد الدولي وفي سرايا الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فيرونسكا تعلن عن تقديمها تقريرا عن لبنان إلى مجلس الأمن الدولي. عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي اجتماعا مع وفد صندوق النقد الدولي، وتم البحث في الإجراءات والقرارات التي اتخذت ومشاريع القوانين التي ستطرح وما توصلت إليه خطة التعافي المالي والاقتصادي. وشهدت سراي سلسلة لقاءات دبلوماسية للرئيس ميقاتي الذي اجتمع إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا. المنسقة الأممية أشارت إلى أن البحث تناول متابعة التطورات في لبنان، وأبلغت الرئيس ميقاتي عن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 17 آذار الحالي حيث ستقدم تقريرا عن لبنان. أضافت تطرقنا خلال اللقاء إلى موضوع الانتخابات والمفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي والتحضير داخليا للانتخابات، وكان اللقاء مثمرا. عن تقريرها إلى مجلس الأمن قالت أرفع لمجلس الأمن 3 تقارير في السنة، وسيكون التقرير هذه المرة مباشرة قبل الانتخابات النيابية، وحكما سيكون تركيز المجتمع الدولي على الانتخابات. هناك نقاط في التقرير الذي سيرفع للأمين العام سيتم بحثها، منها احترام القرار 1701 وما تم القيام به في هذا الشأن. الرئيس نجيب ميقاتي اجتمع مع وفد بريطاني ضم كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية المارشال مارتن سيمبسون بحضور السفير البريطاني إيان كولارد. والتقى الرئيس ميقاتي الأمين العام لاتحاد البرلمان العربي فايز شوابكي يرافقه النائب السابق إمين رحمي، حيث تناول اللقاء دور الاتحاد فيما يتعلق بالتنسيق بين البرلمانات العربية. وزير الدفاع العميد موريس سليم التقى سفير أوكرانيا لدى لبنان إيغور أوستاتش، يرافقه الملحق العسكري العقيد ياشلز توبتن الذي عرض تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية. وأكد الوزير سليم إيمان لبنان الراسخ بوجوب الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وأهمية احترام الدولة للدول الشرعية الدولية آملا الوصول إلى حل سياسي قريب للأزمة. وعرض وزير الدفاع مع كل من النائب قاسم هاشم والوزير السابق بيير رافول للأوضاع وللتطورات. بدأ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي زيارته الرسمية لتونس للمشاركة غدا في أعمال الدورة 39 لوزراء الداخلية العرب. استقبله على أرض المطار وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وسفير لبنان في تونس طوني فرنجي. الوزير مولوي التقى عصر اليوم وزير داخلية سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، وكان عرض للعلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. ثم التقى الوزير مولوي نائب المديرة التنفيذية للأوروبول مورغان إبتر، وجرى البحث في التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والوكالة خصوصا في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب. وبعده التقى وزير داخلية فلسطين اللواء زياد هب الريح، وتم التداول في التعاون بين الوزارتين قبل أن يجتمع بوزير الداخلية الكويتية بالوكالة نائب رئيس مجلس وزراء وزير النفط محمد عبد اللطيف محمد الفارس. تسهيلا على المرشحين الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية من استكمال طلباتهم وعدم تكبدهم مشقة الانتقال من مكان قيدهم أو مكان سكنهم إلى مبنى المديرية العامة في بيروت للاستحصال على نسخة القائمة الانتخابية، أصدر المدير العام للأحوال الشخصية قرارا
قضى بتفويض رؤساء أقلام النفوس في كل المناطق أو من ينوب عنهم أثناء غيابهم صلاحية توثيق نسخة القائمة الانتخابية النهائية الموقعة منه والواجب إرفاقها مع طلب الترشيح والتي تثبت قيد المرشح على قوائم الناخبين النهائية التي ستعتمد في الانتخابات النيابية 2022 وذلك حتى تاريخ 15/3/2022 ضمناً. من معراب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن دعمه لحليف القوات كمرشح للانتخابات النيابية المقبلة في بلاد جبيل النائب زياد حواط، ودعا المنتخبين إلى الاقتراع للذين يحققون أحلام اللبنانيين ولبنان كميل شمعون البحبوحة ولريمون إدي ولبيير الجميل وللبنان الدولة القوية والمؤسسات والقرار الحر، وليس لأصحاب المشاريع التي تؤدي باللبنانيين نحو جهنم وإلى محاور أبعد بكثير من لبنان وتضر به بحسب رئيس القوات. حواط من جهته حض المقيمين والمنتشرين في العالم على الإقبال على صناديق الاقتراع بضمير مفهوم الدولة ضد الدويلة وضد السلاح غير الشرعي، وأشار إلى نجاح نماذج القوات اللبنانية سياسيا ومؤسساتيا. انطلاقا من التجربة الناجحة قررت الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية أن تدعم من جديد ترشيح زياد حواط مرة تانية على المقعد نيابي المروني بلاد جبال. مع زياد حواط قادرين نحول أصواتكم قوة تغييرية، مش تضل الأصوات هيك بس، وقادرين ننقل غضبكم لمشاريع إنقاذية. انتخابات القادمة مفصلية مصيرية المطلوب مشاركة الجميع فيها. مش معقول يكون لبنان عم بيحترق وفي البعض قاعدين على جنب عم بيتفرجوا عليه. مطلوب كلنا نشارك بمعركة الإنقاذ، مطلوب نشارك كلنا بالانتخابات القادمة. صوتوا بكثرة لزياد الحواط، صوتوا بكثرة للقوات اللبنانية، صوتوا بكثرة للي قادر يعمل جبيل بعد أحلى، وصوتوا بكثرة ليلي قادر يرجع لبنان جمهورية قوية. من هيك أكتر وأكتر أنا شخصيا وكل الشباب مقتنعين أنه نحن إلى جانبك قادرين حقق التغيير بثباتك بعنادك بمواقفك الوطنية. هودي ثلاث أسئلة بعقول كل الناس، ليش انتخابات دور الشباب أساسي والانتشار كمان، وليش القوات اللبنانية؟ أنا بتمنى كل شباب لبنان وكل الناس اللي عم تسمعنا لأنه الموجودين هون بيعرفون، الناس اللي عم تسمعنا بالداخل وبالخارج، هودي ثلاث أسئلة اللي عم بيراودوا عقلاتهم يعرفوا أنه لازم الإجابة تكون هيك. أخيرا ما رح طول، للجبيليين بقول لهم من أحرام وقدموس، من جبيل وثيقة عناية لوثيقة أرطبة، جبيل اللي حافظت على عيشها المشترك وكنا حراسة بأصعب الظروف. ما رح نقبل اليوم الانقلاب عليها بفائض القوة اللي الناس معتبرين حالهم عندهم هيدا الفائض. نحن حارسين بجبال على العيش المشترك، حارسين على جبال انه نحن مسيحيين وسنة وشيعة وارمن وكل المكونات الجبيلية، مؤمنين انه هيدا البلد يضل نموذج وهيدا النموذج يصير مثله بكل لبنان. ما رح نقبل حدا بفائض القوة اللي عنده اياها يغير هيدي المشهدية ويغير هيدي الصورة. من الجنوب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعا المنتخبين إلى مزيد من الوعي معطيا الانتخابات النيابية المقبلة أبعادا استراتيجية ورئاسية. الآن المسألة في الانتخابات النيابية ليست مسألة أن ينقص مقعد أو يزيد مقعد، المسألة الأفق السياسي لهذه الانتخابات، هل ستأتي برئيس يحقق سيادتنا الوطنية أم ستأتي برئيس يستسهل التوقيع مع العدو على اتفاقيات تفتح باب التطبيع الكامل معه؟ الأجواء مؤاتية خصوصا أن هناك تدخلا أمريكيا وقحا ومباشرا. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أشار إلى العمل على ثلاث جبهات احتساب تعويضات نهاية الخدمة على سعر دولار 8000 ليرة.
إعادة تفعيل مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية أو ما يعرف بقانون الشيخوخة العالق في مجلس النواب حتى الآن، إضافة إلى تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى راتب تقاعدي وإيجاد دعم له. وتابع كل الخيارات ممكنة وندرسها، ولكي يبقى القرار بيد السلطة السياسية. وجدد كاركي نصيحته للمضمونين بعدم سحب تعويضاتهم لأن الحد الأدنى للأجور سيرتفع، وكشف عن اجتماع قريب للجنة المؤشر، وأشار إلى لقاءات تعقد مع الهيئات الاجتماعية ورئيس الاتحاد العمالي العام، وثمة بوادر بأن يتم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور بحدود 2 مليون ليرة، وبالتالي عقد إقرار رفع الحد الأدنى للأجور سترتفع بتعويضات نهاية الخدمة. أعلن حزب الله في بيان أنه تعليقا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن وصول قوة صهيونية إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره، ينفي حزب الله بشدة هذه الأخبار وهي عارية من الصحة جملة وتفصيلا. وزير الصناعة جورج بوشكيان عرض مع سفير ساحل العاج في لبنان كريستوفر كواكو العلاقات بين لبنان وساحل العاج على الصعد الاقتصادية والتبادلية والصناعية، وأكد عمق العلاقات الثنائية وأهمية دور اللبنانيين في الكوت ديفوار وشراكتهم مع المواطنين الذين ينسجون علاقات قوية مع اللبنانيين، وشدد على وجوب تمتين هذه العلاقات أكثر وعلى ترجمتها في شراكات تبادلية تعود بالفائدة على البلدين. أضاء وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى المتحف الوطني مساء أمس بالألوان الأخضر والزهر والأزرق إحياء لليوم العالمي للأمراض النادرة، حيث انضم لبنان اليوم إلى مجموعة الدول التي تحيي هذا اليوم عبر إضاءة أحد المعالم الأثرية الموجود لديه في إطار تسليط الضوء لدعم المرضى من جهة ومناصرة من يقف بجانبهم. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد فلسطيني آخر في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة. وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت استشهاد مقاومين من كتيبة جنين فجر الثلاثاء، فيما جرح 3 آخرون خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين. فرض مجلس الأمن الدولي حظر سلاح على حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وسط تساؤلات من دبلوماسيين عن الصلات بين دعم روسيا لهذه الخطوة وامتناع الإمارات عن المشاركة في تصويتين بالمجلس ضد روسيا. القرار اقترحته الإمارات بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية، وقد أقر المجلس القرار ب 11 صوتا، بينما امتنع أعضاء المجلس 4 الباقون إيرلندا المكسيك البرازيل والنرويج عن التصويت، وصوتت روسيا بالموافقة. وإذ اتهم دبلوماسيون بالأمم المتحدة الإمارات بالفوز بدعم روسيا من خلال الامتناع الإماراتي عن التصويت في مجلس الأمن على غزو موسكو لأوكرانيا نهاية الأسبوع الماضي بحسب تعبيرهم، أوضح ناطق باسم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن الإمارات لا تشارك في تجارة الأصوات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أفادت الشرطة أن رجلا قتل بالرصاص أطفاله 3 دون 15 عاما، ثم قتل نفسه وذلك يوم الاثنين في كنيسة قرب ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا. ناطق باسم إدارة شرطة مقاطعة ساكرامنتو أعلن للصحفيين تم العثور على شخص خامس ميتا في مكان الحادث، وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث وجودا كثيفا للشرطة خارج الكنيسة في منطقة أردن أركيد خارج حدود المدينة الأمريكية. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكركم ودمتم بخير.